السلام عليكم. الحق الاخوان هذا الموضوع ديال ظروف تاسيس الجمعيه ما كنفصلوهاش عن الاوضاع ديال الطلبه اللي عاشوها داخل اوكرانيا. دافرت واحد العدد من العوامل، يعني ان خروج الجمعيه الى الوجود ليست وليده ظروف الحرب، بل قبل ظروف الحرب كانوا الطلبه يعيشون مآسي داخل اوكرانيا، خاصة الوسطاء. وهنا غنعطي واحد المثال كيفاش جات هذه الفكرة ديال تأسيس الجمعية. إلى كنتو تبعوا 2020 كان واحد العدد ديال الطلبة بأوكرانيا تعرضوا لعملية النصب من طرف أحد الشركات، واحد الشركة وسيطة اللي كتكلف تسجيل الطلبة. شنو وقع؟ أن الطلبة كانوا خلصوا الأسدس الثاني من الدراسة اللي هو 1750 دولار. بقات الامتحان شي 10 ايام كيتفاجئوا الطلبه بواحد عدد ديال الطلبه ماشي غير المغاربه، حتى الاجانب، هو عدد كبير ديال الطلبه منهم المغاربه. اللوائح ديالهم ما تافيشاتش في هادشي وقع في خاركيف، مدينه خاركيف. شنو المشكل؟ قال لهم ما اديتوش الواجب الدراسي، وهو تخلص ادى الواجب الدراسي. شنو السبب؟ قال لك احد الموظفين ديال الشركه سرق الفلوس. الجامعه ما عقلتش على الطلبه، قالت اما تخلصوا ولا ما تدوزوش الامتحان. هنا شخصيا خديت مبادره، خلقت واحد الجروب ديال هاد الاباء هادو. بدينا في نقاش كيفاش نحاولوا نحلوا المشكل. تم التواصل مع وزاره الخارجيه، تم التواصل مع السفاره ديال المغربيه بدون جدوى. الى هنا تم الاتصال احدى الجمعيات في اسبانيا، احدى الجمعيات الدوليه لحقوق الانسان في اسبانيا، اللي حالتني مباشره على واحد المحامي في اوكرانيا. ملي هضرت معاه قال لك اودي خصني انا هاد ندافع على الطلبه، ولكن يعني خص يا ريت لو كنت شي جمعيه اللي يمكن ندير معاه واحد الاتفاقيه وانا نبقى هنايا، اي مشكل وقع للطلبه انا نتكلف به. هنا طاحت هذه الفكره. ناقشنا هذه الامور مع الاباء، للاسف ما تحمسوش لهذا المشكل، اضطرينا نعاودوا نخلصوا باش دير وليداتنا يدوزوا الامتحانات، يعني تنصب علينا في هذيك 1750 دولار. حتى بدات ظروف الحرب. بدات ظروف الحرب بمجرد ما تصدر البلاغ 12 فبراير 2000، هذا كان يوم السبت، انا ذاك تم خلق واحد جروب اخر في الواتساب، كنا انا شي 47 اب وام، ثم واحد الصفحه في الفيسبوك بدينا كنتواصلوا. كان الهدف ديال هاد العمليه هذا هو نبلوا كيفاش نخرجوا دوك الوليدات بسلام من اوكرانيا. وبالفعل هنا فين جات هذيك الوقفه ديال 28 فبراير ديال الاباء قدام وزاره الخارجيه، ودخلنا تحاورنا، ومباشره من بعدها سرعت العمليه ديال اخراج الطلبه بعد ما صدر الملك الاوامر ديالو بقضيه الطيارات تولي ب 750 درهم، واحد عدد ديال الامور. بالفعل وزاره الخارجيه مشكوره، حركت المسائل ديالها وبالفعل نجحوا في هذه العمليه. كان الهدف ديال الجمعيه شنو هو؟ هو الدفاع عن المسار الدراسي للطلبه والعمل على ادماجهم في المنظومه التعليميه الوطنيه، تكثيف اتصال مع السفاره الاوكرانيه بالمغرب لتوضيح صوره مستقبل العمليه التعليميه للطالب المغربي الاوكراني، انهاء عمليات اجبار التعامل مع الوسطاء. هذا نقطه اساسيه بالنسبه للجمعيه. وبعد اقتناء كل اعضاء المجموعه الواتسابيه بضروره تاسيس الاطار، انكبت لجنه التحضير بالاعداد لجمع عام تاسيسي، حيث تم انجاز واحد المشروع قانوني اساسي اللي تم مناقشته في واحد عدد من اللقاءات، وبالتالي تم تحديد تاريخ 20 مارس اللي تنعقد فيه الجمع العام بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وتم مناقشه تقصير القانون الاساسي وتصادق عليه، وتم انتخاب مكتب وطني، وتم هيكله المكتب الوطني. يعني هنا الجهاز التنظيمي هو حاضر موجود. شنو غيوقع من بعد؟ وهو في الوقت 20 درنا 25 ديبوزينا لو دوسي في الولايه. الى يومنا هذا رفضوا يعطيونا الوصل بدون يعطيونا حتى شي سبب. الى يومنا هذا ما بغوش حتى يتجو. شنو واقع؟ قولوا لنا غير شنو المشكل، ما بغاتش تعطينا الوصل. حتى ذاك الوصل ديبو دوسي ما عطاوش لينا. يعني شنو ما فهمتش هاد الدوله كيفاش كتمشى هادي. هاد العمليه التاسيس ما مرتش بسلاسه، يعني عرفت واحد عدد من العراقيل، عدد من العراقيل ديال لي كونتراكتور ديال هذا، ومنهم هاد السلطه الاداريه
اللي كتمثل في عدم تسليمنا للوصل. ورغم ذلك كانت واحد الروح الديمقراطي الشفافي والوضوح والنقاش والنقاش الحر المبني على الاحترام وتقبل وجهة نظر الاخر المبني على الاقلاع والاقتناع هي اللي كتميز هذه الجمعيه، جعل قاعده المنخرطين تستوي السائم كيدل على المصداقيه النضاليه والاخلاقيه، وان لم تكن هناك اعتراف قانوني ولكن هناك اعتراف ديال الاباء وديال الامهات وكذلك تواجد في الميدان. الجمعيه الوطنيه امه اباء طلاب المغرب الاوكرانيه كتعتبر الاطار الذي يمكن خلاله ان تنتظم فيه اسر الطلاب بمختلف المشارب الفكريه والايديولوجيه والثقافيه والسياسيه للدفاع عن حق ابنائهم لمتابعه دراستهم والى اي افزار. تنظيميا يمكن الجمعيه كتطور من بعد خلق لجان وظيفيه حسب متطلبات وضروريات كل مرحله من مراحل تطورها ومشاكلها. وشكرا.